المفجع اللي وقع على مستوى مولاي بوسلام. يعني في الأول وهلة تم تكفل بالضحايا الجرحى بمختلف مستشفيات، أولا بمستشفى العريش، مستشفى سوق الأربعة، وكذلك مستشفى القنيطرة. ثم تم نقل ضحايا يعني الجرحى ديال سوق الأربعة إلى القنيطرة، وبأمر ملكي سامي تم نقل هاد الجرحى ب يعني جروح متفاوتة الخطورة إلى المستشفى العسكري محمد الخامس. 39 هما العدد ديال الضحايا ديال هذا الحادث، فيهم 9 ديال الوفيات للأسف، و30 الآن يعني ديال الجرحى اللي كيتم التكفل بهم. بهذه المناسبة بطبيعة الحال كنقدموا للأسر ديال الضحايا ديال الموتى بالتعازي، وبالنسبة للجرحى وكما جاء أمر الملكي السامي سيتم التكفل بهم بالمستشفى العسكري، وكذلك يعني بتتبع الوضعية ديال الأسر ديال الموتى. ولات مستوياتها مختلفة، هناك يعني الحالات الحرجة لا ما كتفوتش تقيد 8، ولكن الوضعية الصحية دائما تتطور في مثل الحالات، فاحنا غنتبعوهم الآن بطبيعة الحال على مستوى المستشفى العسكري اللي غيقوموا باللازم ان شاء الله. سعود ديال الوفيات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.